بسم الله الحي القيوم الرحمن الرحيم. سلام. سأتحدث اليوم عن المخطط الرباني وكيف بدأ يتجلى أمامنا. كما ذكرت في فيديوهات سابقة، الله يضع ألغوريتم، يعني برنامج مخصص لكل كوكب عليه حياة من المخلوقات. وعندما يصل الناس إلى مستوى معين من الكمال يحصلون على الخلود، وعندما يتجاوزون حدودهم من الفساد يعاقبون. هذا هو الشرع أو السنة الربانية في خلقه. سأبدأ حديثي اليوم برؤية رأيتها هذا الصباح وقد أثارت فيها يعني الرعب والحزن والأسى وأبكتني. أخذت إلى يعني مثل أنه حتى مستشفى، منزل كبير وفيه غرف، كل غرفة فيها أكثر من سرير، وكل سرير عليه شخص يعني مغطى وجهه بأكثر من كمامة، يعني أغلب وجهه مغطى، والكل منهم يصرخون نريد ماء. وأنا ركضت حولي لكي أعثر على ماء ولم أجد، ثم استيقظت وأنا في غاية الهلع والوجع على هؤلاء. هذا ما يعيشه كل ممرض يعمل الآن في المستشفيات، والأمور ستزداد سوءا لأن الأعداد التي رأيتها لا تبشر بالخير. الرسالة التي أوصلها إلي الروح بأن هذه الأمور ستزداد وتتعاظم مع مرور الوقت، يعني خلال الفترة القادمة، وقال لي ماذا يجب فعله لتفادي هذه المشكلة. يعني التغيير سيحصل سواء أراد الناس التغيير أم لم يريدوا، لأن الوقت لهذه الحضارة قد انتهى. فإذا أسرعنا ونفذنا الطلب الرباني، وهو بإزالة الحدود والتفرقة فيما بيننا وإلغاء الجيوش وتدمير الأسلحة وتدمير المباني العشوائية والمدن وإعادة إعمار الأرض بأسرها بطريقة مناصرة للبيئة وللمساحات التي يحتاجها الحيوانات للعيش، وإذا أزلنا كل المصانع الكيماويات والبلاستيك والنووي وما إلى ذلك، وأوصلنا الطاقة الكهربائية والإنترنت مجانا إلى كل منزل، ووزعنا الأراضي بالتساوي، يعني الأماكن التي يمكن صالحة للعيش بالتساوي على كل من في الأرض، وألغينا النظام النقدي تماما، يعني يصبح كل فرد منا يعطي خدمته وخبراته ببلاش، يعني مجانا للمجتمع من حوله، والمجتمع يرد له. يعني مثلا أنا دكتور طبيب أطبب الناس ببلاش مجانا، والناس تطعمني وتؤمن لي حاجاتي ببلاش. كما يجب إزالة كل قطاع السيارات والنفط وما إلى ذلك بشكل تام، والإبقاء فقط على وسائل النقل المشترك، يعني إنشاء خطوط قطارات في الأماكن التي ليس فيها قطارات، خطوط باصات للأماكن الصعبة الوصول إليها عبر القطار وما إلى ذلك، بشكل لا يعود هناك تجمعات سكنية مرضية مثل المدن وكل هذه الأمور. هذه هي الطريق للخلاص من المهالك التي ستأتينا من وراء ما ارتكبته أيدينا. هذا هو طريق الخلاص. ولكن في حال لم نقم بذلك، كما قلت، لن ينفعنا لا علم
ولن ينفعنا أديان متقسمة، وأنتم تطلبون كمسيحيين أن يأتيكم الخلاص والمخلص، وها هو الله يرسل لكم طريقة الخلاص. هل أنتم مخلصون أنفسكم؟ هل أنتم تحبون بعضكم البعض كما أوصاكم يسوع؟ إذا كنتم لا تطبقوا يسوع في حياتكم ولا تفهمون أن هذه سبيل الخلاص يجب أن نسلكها، فلماذا تلومون ربكم ولماذا تطلبون منه ولماذا تطلبون منه في صلواتكم ما تطلبون؟ ها هي الرحمة أمامكم وها هو الخلاص سبيل الخلاص، لماذا لا تسلكونه؟ لماذا لا تؤيدوه؟ لماذا لا تطالبوا به؟ والمحمديين، إذا كان محمد هو قدوتكم ومثلكم الأعلى وليس رب العالمين، فيطرح لكم البركة فيه. لن يكون هناك آخرة إلا من صنع أيدي البشر. وعندما يصل إلى هذه المرحلة يحيي الله الأموات ويعطي كل ذي حق حقه. إذن عليكم أن تؤمنوا بهذه الطريقة للخلاص، وأن تسهموا فيها وأن تدعموها. وها قد أعطيناكم أمثلة تساوي أكثر من 75% من النص الإلهي الذي بين أيديكم. إذن العالم كله، الحكومات والشعوب، يجب أن تتحد على المحبة، على التعاون، على التسامح، على العدل، على السلام، لأنه اليوم لم يعد أي من هذه الأمور موجود. ليس هناك محبة، ليس هناك عدل، ليس هناك سلام، ليس هناك حقوق محفوظة ولا ناس مسؤولين. فماذا ننتظر لإحلال كل هذه الأمور في عالمنا؟ إذا استمرينا في عدم التحرك وعدم الكلام والإصرار على أننا نملك ما نملك بشطارتنا وليس رزقا من رب العالمين، ولا نريد مشروع رب العالمين أن يسير على الأرض، فلا نلوم إلا أنفسنا. إذا فقدنا أنفسنا وفقدنا أهلينا وعوقبنا بعد عند يوم القيامة، يعني في الآخرة، عقابا أشد. فهل من أحد سيناصرني في الله؟ هل من أحد سيشير ويوصل الرسالة ويخرج ويتكلم بما يشبه كلامي؟ هل من أحد سينفق أمواله في هذا السبيل؟ ليس لي، بل لرب العالمين، لوجه رب العالمين. أنا أقول لكم، الروح أكد لي أن الله لن يمانع في محو كل من يتنفس عليها، لأن كل ما يحصل لنا يحصل من صنع أيدينا، من وراء أطماعنا، من وراء تجاوزنا كل الحدود التي وضعها لنا الله. فأين نحن من إحلال كل ما يطلبه الله منا؟ متى سنتصرف كربانيين وليس كمخلوقات أنانية يسودها الجشع والطمع والأنانيات؟ إذا من يحب الآخر كما يحب لنفسه لا يجب أن يمانع فيما نطلبه، وهو أن تتقسم الأراضي بالتساوي بين جميع أهل الأرض، كل الحصص متساوية. ومن يريد التنافس في علم، في فهم، في حكمة، يتنافس فيها، ليس بتنافس كيف سأسيطر على الآخر وكيف سأبتلع منزله وأقتل أولاده، أو كيف سأجتاح الأراضي التي يجب أن يكون الحيوانات لها مكانها فيها. إذا المخطط الرباني واضح، وسوف يحصل هذا التغيير سواء بإرادتنا أو غصبا عنا.
إذا غصبا عنا سنتعذب كثيرا، وإذا بإرادتنا سيبارك الله سريعا. الأمور واضحة ساطعة، ولن ينقذ لا لقاح ولا علم، لأن الله سيغير ويبدل بالفيروسات حتى يمحو آخر بشري. لأننا طردنا الله تماما من الأرض، ليس هناك محبة، ليس هناك عدل، ليس هناك حفاظ للحقوق، ليس هناك تسامح، ليس هناك سلام، لا شيء مما طلبه رب العالمين ينفذ على هذه الأرض. إذا وصلنا إلى خط النهاية، أمامنا عذاب وأمامنا طريق الخلاص. أنتم كمسيحيين طلبتم الخلاص وتطلبون مخلص، ها هو طريق الخلاص واضح أمامكم، هل ستسلكونه؟ أم لن يكون هناك سلاح، يعني عصا سحرية ستنشلكم إلى السماء وأنتم تعيشون هنا بطريقة دنيئة النفس. يجب أن ترقوا إلى مستوى يسوع في تصرفاتكم. هل تحبون بعضكم البعض؟ أسألوا أنفسكم، هل تحبون لجيرانكم ما تحبون لأنفسكم كما وصاكم يسوع؟ طبعا لا. لا، لن يكون هناك خلاص عبر سماع بطريرك أو قسيس يوم الأحد يتكلم في أمور إذا عملت هيك وبعدنا عم نحكي كيف بدنا نعطي الحسنة ولا ما نعطي الحسنة. بدنا نشوف بقى الصورة بشكل كبير. والمحمديين نفس الشيء، اللي ما بقى يعرف طريق ربه وين، ما إله محل، هيخسر نفسه وهيخسر أهله. صحوه بقى فيه، ما خلينا أسلوب ما حكينا فيه. واليوم هيدي الرؤية، يعني أنا بيوجعني قلبي، بس شو فيني أعمل؟ عم نقولكم شو عم بوصلكم، كل شي عم بيصلني من رب العالمين أول بأول، وعم بيصلني هلا أنه الأرقام الضحية الكوفيد أكتر من الأرقام اللي عم بيعطوها رسميا، ولكن مش عم بيقولوا لكم اياها من شان تضلوا غافلين. بحسب الارقام الرسميه اليوم المعطاة، قال في 78 مليون حاله اصابه، يعني صار المجموع تبعه، وحالات الوفاه 1,712,000 حاله وفاه. وانا من بالفيديوهات السابقه ذكرت انه دول مثل مصر كثيفه السكان لازم يكون اكيد عدد الاصابات فيها، يعني عدد الوفيات اكثر من الرقم المعطى رسميا. وبالفعل امبارح شفت انه في دكاتره من مصر عم بيقولوا الرقم اكيد 10 اضعاف الرقم المعطى. تخيلوا انه هذا الامر عم بيصير مش بس بمصر، بدول تانية. معناتها قديش عم بيخفوا عنا عدد الوفيات الحقيقية اللي عم بتصير. أنا ما بدي أشيل، أنا الأشخاص اللي بعرفهم، مش عم بحكي على الفيسبوك، اللي بعرفهم أنا بالحياة العادية، تنقول 1,000 شخص التقيت فيهم بحياتي، يمكن هو العدد أقل بس خلينا نقول 1,000. أنا شخصيا بعرف 3 منهم ماتوا بالكورونا. طيب 3 بال1,000 هودي، تخيلوا يعني انتوا عملوا البرسنتج وحسبوا على 8 مليار، قديش بيكون صار عدد الوفيات. على كل الأرقام المعطاة اليوم لحديت هلا، الأكثر 10 دول وفيات بالعالم، المركز العاشر إسبانيا 49,260 حالة وفاة، المركز التاسع روسيا 51,912، المركز الثامن إيران 54,003، المركز السابع فرنسا 60,900 حالة وفاة، المركز السادس بريطانيا 67,616، المركز الخامس إيطاليا 69,214، المركز الرابع المكسيك 118,598، المركز الثالث الهند 146,145 حالة وفاة، المركز الثاني البرازيل 187,322، المركز الأول الولايات المتحدة الأمريكية 326,772 حالة وفاة. كل هاي الأرقام مينيموم، الرقم الحقيقي الضعف. أما بالعشر الدول
العشر الأوائل بالشرق الأوسط. إذا صح كلام الدكاترة المصري إنه الرقم عندهم مضروب بعشرة لازم يكون، معناتها بتكون تقيسوا نفس الشيء على الدول العربية التانية، لأنه كلهم نفس الأنظمة دي. على كل الأرقام الرسمية المعطاة: المركز العاشر الجزائر 2675، المركز التاسع إسرائيل 3111، المركز الثامن الأردن 3604، المركز السابع تونس 4199، المركز السادس السعودية 6139، المركز الخامس المغرب 7000 حالة وفاة، المركز الرابع مصر 7130. تخيلوا إذا الدكاترة قالوا شيء صحيح معناتها عم نحكي بال70000. المركز الثالث العراق 12725 حالة وفاة، المركز الثاني تركيا 18351، والمركز الأول إيران يلي الهيئة عم بتعد صح لأنه الأرقام بعيد كتير عن الباقيين 54003. هيدي هي آخر الأرقام، وعم بقلكن الموضوع حيزداد، مش رح يمشي لقاحات، حيضل يتغير الفيروس، وحيجي فيروسات تانية، وحتجي مصايب تانية من هزات أرضية وزلازل وبراكين وكوارث طبيعية وما إلى ذلك. والطريق قالنا ربنا شو هو، هتمشوا عليه وتخلصوا أنفسكم، ولا هتخسروا أنفسكم وتخسروا عيالكم؟ أنتوا بتختاروا. الطريق واضحة صارت، معروف جهنم وين والجنة وين، أنتوا حرين. ضلوا تسمعوا العلماء السخيفين تبعكم والسياسيين وحيخدوكم على جهنم. أنتوا أحرار، هذا صوت رب العالمين هون بهالمائدة، وشرحنا لكم شو هو الطريق الصح، وكل واحد عاقل بيعرف انه اللي عم نحكيه نحن هو الصح، فانتو اختاروا. سلام.